اهلا شاركس. هاي، انا احمد كردوس، مدير تصوير سينما وبحب التكنولوجي. وانا مي يعقوبي، اعلاميه وبعشق الطبخ. واحنا مؤسسين شيفماي.com. احنا هنا بنطلب 15 مليون جنيه في مقابل 5% حصه من شركتنا. الحلم ابتدى لما فكرنا انا واحمد نعمل برنامج طبخ مصري عربي بس يوصل للعالميه. وعملنا برنامج مايس كيتشن، 3 مواسم باللغه العربيه وموسم باللغه الانجليزيه، اتعرض في اكثر من 30 دوله منهم اوروبا وامريكا واستراليا. وبعد نجاح البرنامج حول العالم، اللي أنا وأحمد شايفين إنه الاهتمام بتفاصيله الصغيرة هو اللي وصل البرنامج للنجاح ده، الناس ابتدت تسأل عن الوصفات كأي برنامج طبخ. اللي بهرنا سؤال الناس عن تفاصيل كل الأدوات اللي في البرنامج، أدوات الطبخ اللي جبناها من حول العالم، وكنت بسافر أجيبها من دبي ومن أمريكا ومن لندن ومن أوروبا عشان أظهر بمظهر في البرنامج يقدر يوصل للعالمية. وهنا كانت المشكلة، وهنا لقينا الحل، ان نوجد التكنولوجي اللي نوفر بيها الوصفات ونصمم ونصنع ادوات مطبخ مميزه وسفره كمان. مش بس على شيفماي.com وفرنا للناس الوصفات وكمان الادوات اللي تعيشهم الحاله الحلوه اللي شافوها في البرنامج. الطبخ مش مجرد طبق بنوصل له بالاخر، المطبخ مش وقفه ممله، احنا قدمنا حلاوه وقفه المطبخ اللي برضه بيدخل فيها كل الادوات اللي بنستخدمها. ومش بس كده، يقدروا يشتروا الأدوات، يلاقوا الوصفات، وكمان بضغطة واحدة على الوصفة يقدروا يتسوقوا المكونات توصلهم لبيتهم على طول ويعيشوا التجربة، الوصفة، الأدوات والمكونات. في خلال سنة عملنا مبيعات أكتر من 6 مليون جنيه ومنتجاتنا وصلت لأكتر من 6 دول. شاركس، مين حابب يكمل المشوار؟ هاي هاي هاي، we're so happy شيف ماي معانا النهارده. أنا زبون عندها في المحل اصلا. اه ماي بلاجر، الشرف لينا. اي نو ان هي عندها فان بيس كبيره. الحمد لله. التقييم بتاعكم فكرتوا فيه ازاي؟ عندنا 3 مين فاكتورز. المبيعات اللي حققناها في اول سنه احنا متوقعين انها تزيد مع الاي كوميرس وهو بيزيد من 18 لاكثر من 22% كل سنه. وسبيشال ان احنا في 2023 عايزين نبقى موجودين في دول سواء تانية زي الامارات زي السعوديه، ومعانا سيلبرتي، معانا براند قوي جدا ابتدينا بيه المشروع ان احنا مؤسسينه. مستهدف السنه الجايه مبيعات قد ايه والسنه اللي بعديها مبيعات قد ايه؟ بناء على الخطه والخطه الماليه اللي احنا حطيناها، يعني ان احنا نوصل ل 12 مليون جنيه، و التزايد ده هيحصل بنسبة يمكن أكتر. زي ما احنا عارفين الإي كوميرس والتكنولوجي ممكن توصل والإسكالابيليتي ممكن يوصل أكتر من 20%، فده على 5 سنين. طبعاً احنا حاطين قدام حضراتكم كده إكزامبل تعيشوا الإكسبيرينس، لأنه احنا لما كنا منقدم إي كوميرس فكرنا دايماً بالإكسبيرينس اللي بتجيلنا لما يجي الباكيجينج مش حلو وتيجي الحاجات مش مهتمين بالتغليف، ففكرنا انه احنا دايما الريسيبينتس المستقبلين، وحاولنا نعمل تجربه اي كوميرس ما بتخلصش بس اونلاين، بتكمل لحد ما توصل لحاجه البيت وتحس انك عايز، حاسس انك مبسوط انك اشتريت من المحل ده وعايز ترجع تاني ريتيرنينج كاستمر. فاتمنى تقدروا يعني تشوفوهم. ممكن تعتبر رشوه شويه. يعني شيف ماي كانت ممكن تخلص الموضوع لو دوقتنا حاجه. البابلينج والبابل رابس والحاجات دي اعتقد هي من الحاجات كمان اللي كانت مهمه بالنسبه لينا عشان الانتجريتي بتاع البرودكت خلال الشحن. السكينه اللي بايدك دي فيري نايس. اه الليذر فعلا فيري بريميوم. احنا بعنا اكتر من 1000 برودكت او اس كيو، 1100 اس كيو، منهم 100 احنا اللي صممناهم ونفذناهم بنفسنا عن طريق ارتيزن مصريين. يعني السكينه دي على فكره، يعني انا بشتري سكاكين طبعا كتير من حول العالم، اقل سكينه كانت، اقل سكينه جبتها كانت ب 8000 جنيه من بره. يعني الاسعار هنا، يعني احنا بنتكلم السكين تبتدي البروفيشنال لايف من 999 1200 بالكواليتي اللي حضرتك شايفها. ده روز وود، دي فول فليد يعني نايف، شايف الحديد وصل للاخر للستيل، فبري دورابل، معاها سيرتيفيكت جوه كمان. وكمان عندنا خدمة سن السكاكين على الموقع، يعني بعد ما تشتريها تحب تسنها ويكولكتد تتسن تاني وبترجع لك تاني. دي كلها مصنعة من مصر؟ 100% 100%. مش قادر ما جربهاش الصراحة. جرب. واو.
feel free. واو. ده كله تصنيع محلي؟ كله محلي. في خلال سنة واحدة. في قطعة واحدة بس. كل الستانلس ستيل دي اللي هي لونها جولدن عشان بس ابقى فير. بس احنا عندنا خط انتاج كاست ايرون والخشب والازاز والفخار والنحاس، كل ده صناعه مصريه. اكتر مبيعاتكم جايه من الابلاينسز والاكسسوارز ولا المبيعات جايه اكتر من، انت بتقولي احنا بنبيع كمان انجريدينتس، ولا دلوقتي بتبيعوا بس اكسسوارز؟ لما تخش على الويب سايت هو اتس كوميونيتي، هو مش بس انت بتسوق، مش بس بتشتري، انت ممكن تخش على الريسيبي فبتلاقي وصفات مي، فبنخش مثلا على اطباق رئيسيه، النهارده عايز اعمل مين ديش، وده الشوبابل ريسيبي اللي هي مفروض تبقى موجوده ومتاحه زي الجروسري ماركت ما بيبوم في مصر دول كمان. فاحنا عندنا مثلا بايايا مثلا، فالبايايا هنا بنشوف الطريقه، وساعات كتير بنحط فيديو المي، عدد الاشخاص هنا بيفرق في المكونات. فاحنا عندنا تسوق المكونات، عاملين ديل مع جود سمارت، انت لما تدوس على جود سمارت يروح على الاب طبعا بتاع جود سمارت وتجي لك الحاجه خلال يوم. انتوا بقالكوا لونشينج بقالكوا سنه وشهرين، وعملتوا سيل 6 مليون 6 مليون و 300 الف. كوست قد ايه بقى في ال 6 مليون؟ الكوست يعني تكلفتكوا، او خليني اقول التكلفه والنت بروفيت. الاول النت ممكن بروفيت، ممكن نقول المصاريف. احنا المصاريف. لا مصاريفنا كتير، لان احنا بنحاول نبروف ذات وي ار جيفينج هاي كواليتي. فعندنا تيم مكون من 15 شخص، وعندنا مصاريف كتير زي الترانسبورتيشن، زي والادفرتايزنج وير جوينج بيج عشان كمان من الاول نتعرف. عملنا بروفيت قليل حوالي 100,000 جنيه. المصاريف كام بيرسنت من السيلز؟ المصاريف حوالي 25%. يعني انت بتكسب نت 75%. احنا عندنا تو بزنس مودلز. اول واحد احنا ابتدينا ماركت بليس، لان احنا مش قادرين لسه نجرب نعمل البرودكت ماركت فيت، فابتدينا ماركت بليس. اي حد عنده حاجه ليها علاقه بكيتشن وير نحطها عنده، بناخد برسنتج. تمام. وبعد كده اكتشفنا ان البرسنتج دي قليله جدا، فاحنا عايزين نعلي المارجن ده وفي نفس الوقت نعلي الاكسبيرينس، فعملنا كده وبقت البرسنتج من 15 اب تو 60% بالحاجات اللي احنا بنصنعها. تكلفه المنتج اللي انت بتصنعه من سعر البيع، وتكلفه المنتج اللي انت بتبيعه للغير من سعر البيع. المارجن افريج بعد المصاريف حوالي 25%. 25% ده امال ايه ال 100,000 اللي من 6 مليون؟ 6 مليون. ال 100,000 دول كانوا البروفيت في الاخر، اللي هو النت نت بروفيت. انا بسال عن النت بروفيت. النت بروفيت هو النسبه ما بين 100,000 اول سنه بس لل 6 مليون، لان احنا بيخش عندنا برودكتس وتصنيع البرودكتس، وعندنا مصاريف وعندنا مرتبات. عندكم كام كاستمر بيخش جديد كل شهر؟ من 700 ل 1000. وكام اكتف يوزر في الشهر؟ 40,000 فيزيتور، كونفرجن ريت 1.3، واحنا عندنا يونيك يوزرز او اللي بيشتروا حوالي اكتر من، وصلوا 9,000 دلوقتي في سنه. والكوست اوف اكوزيشن كام؟ من 100 ل 110. بس احنا عندنا برضو ارم مهم قوي، وهي ماي، لان طبعًا ماي عندها 1.8 مليون فولورز. بس انا بعمل كده مش اوت اوف ديوتي، انا بحب اعمل كده. اقدر اقول الحمد لله بينج ريل من اول يوم، يعني بحس الناس انها في كريديبيليتي، لاني بذلت جهد انه وانا بعمل كل حاجه اعملها بمصداقيه، وادي كل التبس وكل ليه الكاست ايرون حلوه، عشان هي حديد زهر، عشان هي ريتينز الحراره لفتره عاليه، عشان هي مش غاليه، عشان ممكن تعيش عندنا لو عملناها سيزنينج. فبدي وانا بطبخ ليدي حلوه. مي انت صوتك شغال في البيت عندنا على طول. انا ريليتد بالصوت مش بالشكل، لان مراتي كل حاجه اسوسييتد بحاجه حلوه. انا مراتي كليوباترا. طبعا على طول مشغلاكي في الباك جراوند، انا عارف انتوا بتتواصلوا اصلا مع بعض. ام ا بيج فان. اي نو. انت اكيد عارف. اي نو. ف اي نو وات يو دو، انت يعني حاجه ما شاء الله. بس انا اكتر حاجه منبهر بيها في اللي انا شفته النهارده، ودي فرحاني قوي في نفس الوقت عامله لي كونسيرن من البيزنس موديل. البرودكت سوبر، انه لوكالي ميد، كله حاجه يعني حاجة دي الحرفه ديت مش سهله، وانك تطلعي جود كواليتي، ودايما في حاجه بتيجي على حساب حاجه، وبتكلفه ابيرنتلي شكلها كويس، لانك قلتوا سعر حاجه كده في النص، فالكواليتي بتاع البرودكت عالي جدا. فانا شايف ان البوتنشال هنا تاني، مش قادر اشوف حاجه غير دي. يعني انا حاسس ان انتوا بقى دايفرسيفايد قوي في البيزنس موديل، ماركت بليس، البرودكت نفسه، الريسيبي بارت اللي انا متخيل ده ممكن يبقى ممكن متركز على مي فيه اكتر. فانا حاسس ان في تشتيت شويه في الفيرتيكلز بتاعه البيزنس، او في الريفينيو ستريمز بتاعتكم،
وفي حاجات منها الكومبيتيشن فيها مرعبه، الماركت بليس بارت مثلا والاي كوميرس بارت الكومبيتيشن فيها مرعبه، وممكن تنجحوا اكتر بكتير جدا لو ركبتوا على حاجه اوريدي اكزيستنج عليها ترافيك اعلى بكتير. الترافيك لسه طبعا عايز مومنتم اعلى من كده بكتير جدا عشان البرودكت ده يوصل لاكبر عدد من الناس، لان البرودكت سوبر. انا شايفكم حاجه زي ويليام سانوما جدا. Exactly. انا مش شايف حاجه تانية، مش قادر اشوف حاجه تانية. اسماء بس يعني احنا بنتكلم عن ممكن تقولي ويليام سانوما. انا مش شايفكم يعني ويليام سانوما في الحته دي. انا عايزكم تفتحوا ريتيل شوب وتبيعوا. انتوا ايه عدد الاس كيوز ده في سنه؟ انتوا مستهونين بالانجاز اللي انتوا عاملينه اون ذا برودكت ليفل. في ناس على فكره لما يقولوا انسى البرودكت ركز في السيرفيس ركز في مستهونين ازاي ده طالبين 300 مليون جنيه. اه طبعا لا دي قصه استهوال. فين انت ده انت اللي انت اللي مستهون. لا 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 انت اللي لا 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 انا قصدي في الويت بتاع البرودكت بارت في البيزنس مول. بالعكس انا بقول لك انا مش شايف غيره. تفتحوا ريتيل شوب هو واحد من الاحلام اللي ملهاش دعوه قوي في البيزنس. انا ك يعني انا عارفه انه ده موديل وده موديل، بس يمكن يبقى لايك ان ارت جاليري لاور ايتمز حتى لو للبيع او مش للبيع. هو 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 اي بليف لو انتوا عايزين التك يبقى اتس نوت يس يس اتس نوت ستورز. يو هاف تو ستاي اونلاين. الموديل الثاني انا شايف توجهكم وخصوصا من الفالويشن اللي انتوا طالبينها، انتوا حاطين نفسكم في التك فيرتيكال. فهو بيتكلم في الستور اي بليف اتس سمثينج ذات كل الناس عايزاها، وخصوصا عندنا لوكال برودكت زي ده. ولكن اتس ا ديفرنت بزنس. عشان كده قلت لك ممكن يبقى بوب اب لايك ا جاليري جست مش للبيع حتى، اللي هو ذس از ذوز ار ذا ايتمز اوف chefmay.com فور ماركتنج تول. اتس نوت ريتيل شوب. اه بالظبط ماركتنج تول. طب انا عندي سؤال على الربحيه. انت حاليا بتبيعوا ب 6 مليون وبتنت 100,000 جنيه، ده حوالي 1.5%. هل بالزياده في المبيعات الرقم ده المفروض يتحسن ولا هو ده المعدل؟ المفروض يتحسن زي ما قال ايمن ان احنا التكنولوجي ممكن توصلنا حتت كتير. تمام. فده لو وصل لسواق زي الخليج انا متوقع ان هو يبقى 200% كمان. وبسبب التكنولوجي انت متخيل مبيعاتك هتزيد ليه؟ يعني انت قلت 12 مليون وبتزيد بنسبه حوالي 20% كل سنه ولا هتزيد اكتر؟ السوق من 18 ل 20% والهاوس وير والكيتشن وير من 18 ل 20%. انت النمو بتاع ده نمو طبيعي للماركت. فان شاء الله يعني التارجت توصلوا كام كمبيعات؟ نقول سنه 24 مثلا بالبراند القوي بالكواليتي الهايله بكل اللي انتم بتعملوه. متوقع من 6 مليون ممكن نوصل ل 200 مليون جنيه مبيعات. من 6 مليون ل 200 مليون؟ مي واحمد دخلوا التانك وكلهم ثقه في قوه البراند بتاعهم والجوده العاليه لمنتجاتهم، وده كان فعلا الانطباع اللي وصل للشاركس لحد ما محمد منصور سال عن المبيعات في 2024. بس اجابه احمد سببت صدمه كبيره لهيلدا. فان شاء الله يعني التارجت توصلوا كام كمبيعات؟ نقول سنه 24 مثلا بالبراند القوي بالكواليتي الهايله بكل اللي انتم بتعملوه. متوقع من 6 مليون ممكن نوصل ل 200 مليون جنيه مبيعات. من 6 مليون ل 200 مليون؟ لا في 2027. لا 24. 24 200 مليون ده رقم 27؟ رقم 27. اوكي ثانك يو. 200 مليون في 27؟ اه مبيعات. و 23 بتعمل مليون؟ 23؟ لا 23 23 مليون 12. قال 23 ولا 12 في 23؟ 12 23 12 12 وبعد كده هنكون وصلنا اسواق تانية ان شاء الله. نحاول نوصل ل 200 مليون. ده رقم انت حاسبه يعني؟ ده رقم انا حطيته بناء على الارقام والبوتنشال اللي احنا ممكن نوصل له لو زودنا الانفنتوري ووصلنا اسواق تانية. الافريج سعر كام للاوردر يعني افريج برايس؟ 1000 جنيه. يس يس. انت ال 200 مليون دي عايزه 200,000 اوردر. لو افريج الاوردر 1000 جنيه تحتاج 200,000 اوردر بكاستمر اكوزيشن كوست. حتى لو ال 100 جنيه افترضنا يعني ان هي 100 جنيه فكان في 20 مليون جنيه بس تو اكواير الكاستمر بيس ده. كوايت تارجت يعني.
وانا عايزه اقول كمان كلمه يعني هنا. والصراحه عندنا صناعات يعني انا واحمد خلال الجيرني كنا بندور على صناع. الصناع دول مش بالضروره كان حاجتهم تعجبني، بس الفينش عجبنا. يعني الاقي اعمل حاجات التقليديه المحفره الخشب اللي مش عارفه ايه، فنفهم انه ده احنا كنا الشاركس بقى هنا، الشخص ده الورشه دي تعمل يو ديفلوب بشكل فظيع، ويطلع هو نفسه بيطلع برودكتس. يبص على مثلا ممكن اقول اسماء براندز يعني عالميه زي ويليام سانوما زي غيرها، هو مبهور انه طلع ده، هو عنده حرفه بس ما عندوش ارت دايركشن. فاحنا جينا على الناس بتاعت النحاس، احنا عملنا ارت دايركشن، طلعنا حاجات، كل ده از سمثينج بليز يور ويلكم. نطلع حاجات شبه بره، عشان دايما عندنا عقده الخواجه، لا احنا نقدر نعمل ونقدر نعمل حاجات حلوه، واحنا محتاجين ننتج اكتر. عايز انصحكم نصيحه، انت لو على الويب سايت تحطي الديزاين والسبيسيفيكيشن ويخش لك المصنع من الناحيه الثانيه يرجع يقول انا عندي هبعت لك عينه، يبقى انت كده بقيتي ماركت بليس لكل الارتيزنز او كل الصناع اليدويين اللي في مصر، ودي حاجه كويسه جدا. هو بيحصل اللي بيبعتوا لنا الصراحه بس بزنس وايز ممكن تعملوها على الويب سايت بريجستريشن بيوزر نيم. الصناع الحرفيين قوي في مصر الشاطرين في الصناعه دي انه يبقوا اونلاين ويبقوا بيعملوا ماركتنج، هيوصلوا كله مع تليفون دلوقتي. خلينا نبتدي من هيلدا. منتج جميل جدا 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 جدا، الفالويشن عالي جدا 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 جدا. طبعا في ميزه رهيبه وده ادج شاف ماي بصراحه، بس الفالويشن على ما اظن محتاج مراجعه جامده. الارقام بتاعه الجروث محتاجه مراجعه جامده جدا. ربنا يوفقكم، انا عجباني قوي الفكره. بس انا شايف الفالويشن عالي جدا، حتى لو عرفنا نزود 1.5% دي 10% برضو العمليه بعيده قوي. شكرا جدا. شكرا. انا ليه اسباب اخرى يعني، الفالويشن في الاخر ده نتيجه فهي بتسمع برضو فيه، بس اكتر زي ما يمكن وصفت بحماس كافي يعني. انا شايف برودكت انا شايفها كده، وشايف ان بعد كده الحاجات التانية دي ممكن تيجي مرحلة لاحقة مكملة لا، لان البرودكت هو المميز عندكم. ويمكن تعقيبا على حتة الفاليويشن، انتوا قلتوا حتة في النص احنا لسه بنجرب وبنشوف وبنكسبيرمنت، فتلات اربع كلمات دول يكونوا اتعمل حسابهم في الفاليويشن علشان تعرف تجيب حد يبقى ويلنج انه يتيك ذا ريسك عشان يدي المنتورشيب وياخد معاكم الريسك في الجيرني اللي هي لسه بنجرب فيها. فانا للاسباب دي سامحوني يا معوت، اتشرفت بيكم طبعا. شكرا جدا. انا شايف ان انت كنت تبني الفالويشن بتاع بكره، ان هو ان احنا تخش مع حد استراتيجيكلي فتشجعه ان هو يخش معاك وتبنوا بقى انتوا مع بعض الفالويشن بتاع اللي عايزين تعملوه. شايف ان ممكن البيزنس ده يساوي اكتر من كده، ولكن مش النهارده. ف فور ذات ريزن ام اوت. سوري. في هو انتوا حاجه كده بتصنعوها في مصر مش كده؟ مظبوط. وذ يور ديزاين. يس. بصناعه مخصوص ليكم. مظبوط. صح؟ مظبوط. النقطه ان انت ما بتصنعش كميات ضخمه. ما صنعش كميات ضخمه لان انا لسه في اول سنه. فانت يعني فطول ما انت هتصنع حاجات ليك مخصوص هتلاقي عندك كوست عالي جدا. طبعا كولكشن مش طبيعي، بيع الحاجات دي بتصنيعها في مصر انا منبهر بجد بالتصنيع في مصر، مش صدق نفسي. انا بجد امبرست ان انتوا عرفتوا تعملوا الحاجات دي في مصر. النقطه كلها ازاي تريتويتش كميات ضخمه عشان تعرفوا تنزلوا بالكوست على الاقل مثلا بتاع 40%. تحب ادخل بس طبعا يعني ايم اوت. اوكي. شكرا. 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 الخمسه شاركس بلا استثناء عبروا عن فخرهم انه ما توقعوش انه يطلع في مصر الكواليتي السكاكين والفخار والنحاس والخشب اللي هم شايفينه. حلو جدا ان انت تتعرض لخمسه من اكبر المستثمرين في مصر وتتواصل معاهم وتتناقش معاهم في يور بيزنس، اظن دي يعني فرصه هايله يعني. يعني هو مش بيقول لك لا وخلاص، هو بيفسر لك، بيسالك، بينور لك بعض الحتت
انا عايزه اقول لهم انه هو صحيح ده بزنس، بالنسبه لي انا كمصريه في لاير من الفخر كبير لما نبتدي نصدر. هو عايز يصدر عشان النجاح والبزنس، وانا كمان. بس انا عايزه اقول من كل منتج بيطلع من هنا بره مصر هنا مصر.